السمنة خامس مسبب للوفيات في العالم بحصيلة تفوق 2.8 مليون وفاة سنوياً، وفي الجزائر ترتفع نسب الإصابة بزيادة الوزن والسمنة إلى 55.6% وسط البالغين، في حين تصيب 14% من الأطفال. فيما يخص السمنة يعني شيء مرعب لو كان نتكلمه، بحيث أننا صبنا تقريبا 54% اللي عندهم زيادة في الوزن أو السمنة. إذا أخذناها يعني ما بين الرجال والنساء، نشوفوا عند الرجال تقريبا يعني 48% هذا ما يمثل رجل ما بين 2، ولكن عند النساء أكثر، بحيث أنها فاتت 61%، أي ما يمثل يعني امرأتين لامرأة واحدة. Plus on a chauffé la consultation que c'est des enfants qui sont jeunes à partir de 8 ans 9 ans ils sont déjà diabétiques et c'est dû au fait qu'il y a cette obésité cette malbouffe comme on dit. جائحة كورونا أثرت بصفة كبيرة على تغيير النمط الغذائي والسلوك الحركي للمواطن، ما دفع بالمختصين إلى دق ناقوس الخطر. لما نهضروا على جائحة كوفيد وما فعلت به بالأسر الجزائرية، حيث شفنا أنه كثير من المنتوجات يعني كان عليها الاستهلاك كبير، من بينها العجائن ومن بينها السميد. النمط الاستهلاكي في حد ذاته من العوامل التي تؤدي إلى هذا المرض. تتسبب السمنة بأمراض مزمنة كالسكري، ارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية، واجتماع كل من السمنة وكوفيد 19 رفع من معدلات الإصابة بهذه الأمراض، ليبقى النظام الغذائي والحركة الحل الفعال ضد المرض.